أثابكم الله. يقول السائل: لي والدتي عملت عملية للعمود الفقري ولا تستطيع أن تركع أو تسجد، فماذا تفعل؟ تركع وتسجد بالإيمة برأسها، تومي برأسها وهي للركوع، تومي وهي قائمة، إذا كانت تستطيع القيام تومي للركوع وهي قائمة، والسجود تومي له وهي جالسة، وإن كانت لا تستطيع القيام تصلي جالسة وتومي بالركوع والسجود برأسها. نعم.